لما كانت تصرفت تصرفات مش طبيعية مع اخواتها، ما قلتوش خالص لحماتها او لجوزها؟ ما بلغتهمش؟ والله اللي تم يا استاذ ريان، يوم ما كانت بتزورنا يوم الخميس قبلها بيوم، طبعا مامتها متعوده انها تديها فاكهه وهي ماشيه زي اي يوم، واي اب عايز يطلع بنته مبسوطه باقل قليل يعني. فقالت انا مش عايزه منكم حاجه، وتعصبت وشكلها اتغير. فحتى اخواتها كانوا بره في سوبر ماركت، والدتهم بعتتهم الفيديو اللي انا شفته ده ولا حاجه تانية؟ اللي اتشنجت فيه واتكلمت في صوت تاني خالص ده ولا حاجه تانية؟ هو ده. فطبعا بعتت اخواتها وراها، قالت لهم قولوا عشان حماتها ما تشعرش ان انتوا كنتوا في البيت، قولوا ان احنا كنا بره في السوبر ماركت، واطمنوا عليها شوفوا حالتها استقرت ولا لا. فراحوا بالفعل ضربوا الجرس عندهم، عامله ايه نداء انت ازاي تمشي من البيت من غير ما نسلم عليك؟ فلو اختهم مستقره ما قلتوش يعني حماتها معذوره ان هي ما كانتش تعرف انها تعبانه. انا عقدت النية ان انا اكلم حد، اكلم شيخ بس اشوف اهل ثقه مش اي حد، لان طبعا في دجالين وفي صحراء، فانا مش عايز اروح الا ان كان واحد يعني من حمله كتاب الله. بس ما خفتش ايه؟ انا جاي لحضرتك اهو. طبعا كنت بعزل مع المشكله من البيت من عندنا، لانهم بقى وبيت العيله وكان عليه مراس وشويه. هي ممكن تبقى تعبانه نفسيا برضه، وارد الاحتمال الاثنين. فجبت شيخ، جيت هنا انا ما عرفتش الموضوع من البدايه والاساءات من البدايه. فوجئت وانا بعزل ناس بتشيل معايا الفرش وبتنقل، والدتها اتصلت قالت تعالى عشان في مشكله. فدخلت البيت، اول ما دخلت البيت السلام عليكم، طبعا لقيت الناس ملمومه في البيت، في ام نسمه حماتها، امشي اطلع بره من بيتي، في ناس ناقصه. قلت لها في ام نسمه؟ طبعا خال حمات بنتي موجود اسمه الحاج عادل ومقيم في العاشر بس كان بزورهم يعني. قالت تعالى يا استاذ حمدي خد بنتك لان الوضع مش كويس، خد بنتك الوقت وانا بتكلم معاك. فطبعا انا تلقائي كده لما قال لي حصل كذا كذا من النداء ضربتها عشان اهدي النفوس، وانا ما اعرفش في ايه. بس انت عارف انها تعبانه؟ انا عارف ان في تغيرات بس كانت بسيطه، ما مش مفكر انها توصل للحد ده. الفيديو ده مش بسيط خالص. الفيديو لما الصور بعدها تاني يوم. تاني يوم الواقع. ما انا قلت تاني يوم الواقع. قلت لك لسه في بدايه كلامي. يعني الفيديو ده اتصور لما الشيخ قرا عليها. جبته تاني يوم، جبت شيخ ومن حملة كتاب الله، قلت له انا حاسس ان ده تصرفاتها مش طبيعية، شوف فيه بالظبط. فقرأ ما تيسر عليها من القرآن، ده شغله مواطن معينة من صور معينة، فوصلت للحد اللي انت شفتيه. روح عشان يا عبي روح اللي قلت لك، روح حجة روحها اللي قلت لك، اللي بعتني وسام ابن شلطة. مين اللي عامل انت؟ ابراهيم وسناء. ابعد عني، ابعد عني، انا مش هسيبك يا حمدي، انا مش هسيبك عشان انت تاخد اكتر من سناء وابراهيم، انت تاخد اكتر منهم، انت تاخد اكتر منهم، انت تاخد اكتر منهم. اسمك ايه؟ انا مش هقولك على اسم. لا انا عايز اعرف. مش هقولك. انت مؤمن واحد بالله؟ انا مسلم. انت بتصلي؟ انا مسلم. طب في مسلم بضر مسلم؟ في مسلم بضر مسلم؟ انا جيت اقولك يا حمدي عشان انا اعرف الحج روحية والحج ردون. افهمت، يعني هو قصده ان هي تعبت تعب بسيط قبليها بيوم، بس هم قالوا انها كانت عايز تخنقهم. بالنسبه لاخواتها تصرفاتها مش طبيعيه، واتخانقت معاهم وبتاع، وبعدين حصلت الواقعة قبل ما يتم القبض عليها. جت هنا قرا عليها الشيخ، تعبت كده. اللي تم بقى طلعوا هم الجمعه كتبوا البلايخ في اسم شرطه الديار، تقريبا كان يوم 20 الجمعه دي او يوم 19 مش متذكر، 19 في الشهر او يوم 20. فجاي خاله في اسم الشرطه قال لي دي شرافه قتل. قلت له يا عم شرافه قتل، هدي نفسك يا استاذ محمد، هنقعد نحقق على 150,000 وش. قلت له مفيش اهل بحققها ولا فلوس. عايزين فلوس؟ هو بيقول لي كده.
وهنا عملوا مذكرة تصالح وتعهدنا قدام المعني بالكلام ده في اسم الشرطة ان محدش يغلط في التاني، مفيش لغط، محدش يجيب سيرة حد. كل ده قبل ما تنزل الفيديوهات يا استاذ رهام. فوجئت تاني يوم ان الطرقعة شغالة. طبعا انا فاصل النت لعلة انا عارفها كويس. انتوا ما طلعتوش اتكلمتوا خالص؟ جايلك اهو. يعني انا كنت مستغربة صبركوا ان في كلام كتير، عشان في ترابط بيننا. الترابط اللي بيننا هو قطعة اللحم، طفلة صغيرة. وهي لسه عزمته برضو؟ انا مش عايز ابيع، مش من النوع اللي بتبيع، انا بشتري لاخر لحظة. فطبعا يا استاذ رهام اللي تم تدخلوا مع اهل فضل راجل كويس في البلد عشان يتوسط بينا. جماعة كلموني يا استاذ حمدي، قلت له ماشي على عيني وراسي، انا متفق معاهم ان احنا نقعد ونحل المشكله والغلطان يتحاسب، مش في اي خلاف عندي، بس انا بعزل وفي نفس التوقيت بنتي تعبانه، اصبر عليا يومين. طبعا انا مش مسؤول عن تاويل الناس او فهمهم ليا او فهمهم لعقليتي، والاستاذ رام كذلك وكل البشر كذلك. فاوله ان انا بقول بنتي تعبانه، اوله ده على ان انا بتهرب من الايه، من المجلس العرفي، مش عايز اقعد معاهم ونحل المشكله. وبناء عليه طبعا احنا كنا الجمعة عاملين مذكرة تصالح، طلعوا التلات عادوا تاني المحضر تاني، فتم سجن ده التلات والاربع والخميس والجمعة والسبت. تقريبا طلعت الحد، صح؟ طلعت الحد حوالي ست ايام في الحجز. طبعا احنا شفنا المرار فيهم انا والدتها، بس طبعا اهل الشرطة مشكورين كل القائمين في اسم شرطة ضرب نجم بالكامل، تعاونوا معانا عشان حاجة واحدة بس، عشان تعبان طفلة الرضيعة وعشان بنتنا تعبان. طبعا كان بيجي لها حاجات غريبة زي اللي انت شفتيها، حالات بقى يعني ممكن اي حد يقولها انه صرع، ممكن حد يقولها انه ساحر، ممكن حد يقولها انه مش مهم. في المجمل مريضة. مريضة انت شفت بنفسك؟ اه شفت. طبعا هم حتى نفسهم بيقولوا ده تمثيل، في حد منهم بيقول ده تمثيل. فطبعا انا فيها طبعا ما بحبش اصغر كلام الناس، لان في ناس بتبقى محضر سوء وفي ناس محضر خير. بس الفيديو ده مش ما ينفعش يبقى تمثيل. الفيديو اللي معاك ده، حتى كان في حد قائم على صفحه اسمها شراويط ضرب البلد، وانا حفاظا على الانساب والاعراض الفيديو ده وصل له ازاي ما اعرفش، اتصلت بيه وسمحت احذف الفيديو. لو انا يعني لو حطيت الفيديو ده وغطيت طلعت الصوت بس، انتوا هتعرفوا انتوا ظلمتوا البنت دي قد ايه. وضيف الى ذلك ان اي حد انسان له اعداء، مفيش واحد بيخلو من العداوه. بس انت باقي وشاري وعايز تكمل. لواه محمل خير مش محمل سوء. انا عن نفسي وزوجتي وبنتي واولادي، انا ليا ثلاث بنات، نداء بتكبرهم وبعدين حسناء ورؤيا. يعني هو اول ما بنته عملت كده ضربها وغلطها؟ ضربتها وفي فيديوهات لكده. هما بيقولوش يعني لينا حق، ولا بيقولوا ده هي ضربتها عشان شتمتها؟ لا هم مش بيقولوا كده، هم بيقولوا ان حالتها مش طبيعيه. انا بعد ما قعدت مع والدتها بحكم ان انا ما حضرتش حوار من الاول، ايه اللي حصل؟ قالت لي اساءت ليها في لفظه كذا ولفظه كذا. طبعا انا استحي علينا على الهوا. بس هي نداء بتقول ان كل ده ما كانش في حاجه لغايه ما هي شدتها من الاسدال. هي نداء راحت بقى في حاله هي مش فاكراها. كنت بعزل اخر دور في العزال، فجات نداء. طبعا نداء مش عايزه تحكي لي اللي حصل، عايزه تعيش.